شكرا سيدي الرئيس. دعني أبدأ بالتقدم بالشكر الشخصي لسيادتكم لمساندتكم الشخصية في إجلاء ما يقرب من 100 مواطن بلجيكي من غزة بالأمس. مصر وسيادتك قد لعبتم دورا محوريا للغاية في هذا الصدد، ومن المهم توفير سلامة وأمان الأشخاص على مدار أكثر من 6 أسابيع. كنتم مساندون لهذا الأمر، وأننا نقدر المساعدة التي قدمتوها لنا، وهذه هي أحد أهداف زيارتي لكم ولدوركم المساعد. على مدار الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن وقف لإطلاق النار، اليوم قد تحقق هذا أخيرا، فنجعل هذا ينفذ اليوم وعلى مدار الأيام القادمة. ما يقرب من 13 من الرهائن سيطلق سراحهم اليوم. هذه أخبار سارة، ولكننا بحاجة إلى إطلاق سراح المزيد من المزيد. أن وقف إطلاق النار المؤقت أمر مستحسن، ولكن وقف إطلاق النار دائم هو الهدف النهائي. ولكن هذه خطوة أولية، أننا اليوم سوف نتوجه إلى معبر رفح، والمزيد من هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة الإنسانية، ولابد أن يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة أو الإمدادات المنقذة للحياة. نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم لغزة، وهذا يحدث كذلك من نقاط دخول أخرى، ليس فقط في الجنوب ولكن في الشمال، مما يعني أن الأراضي الإسرائيلية يجب أن تفتح معابر أخرى ولا يقتصر المعبر على الأراضي المصرية. اليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا، فإسرائيل ينبغي عليها أن تفتح معابر أخرى لإدخال المساعدات، لأن المدنيون الأبرياء في غزة هم بحاجة إلى هذا. علينا اليوم أن نحترم القانون الإنساني الدولي، في حين أن إجراء العمليات العسكرية فإنها مسؤولية إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي. علينا أن نتجنب أي خسائر بشرية من الأبرياء في غزة وبالطبع في إسرائيل. وفي الختام سيدي الرئيس، أود أن أعرب عن خالص شكري لتعاونكم ولقيادتكم هنا في مصر وفي المنطقة.